السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نوجة لاشين. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكوارع، وأنا عارفة الكوارع دي في كتير أوي ما بيحبهاش، بس لو طلبت منك لازم تعرفي تعمليها، وإن شاء الله النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وتابعي معايا الخطوات وإن شاء الله تطلع معاكي كوارع حلوة إن شاء الله. مبدئيا كده لما بنروح للجزار ونشتري منه الكوارع لازم تلاقي كوارعك بيضة وشكلها حلو، أوعي تجيبي الكوارع يكون مزرقة أو لونها متغير ما تجيبيهاش، لازم تبقى الكوارع بيضة وحلوة وتجيبيها. واول ما نجيبها من عند الجزار اول حاجه لازم تجيبي سكينتك كده عشان لو في اي بقايا، بصي بالمنظر ده كده اي بقايا لازم تطلع منها بالسكينه كده وكحف كده، بصي بس الحاجات اللي بتطلع منها. اي حد طلب منك الكوارع وانت ما بتعرفيش تعمليها اتعلمي، حتى لو ما بتحبهاش اتعلمي، حتى لو حاجه ما بتحبهاش اتعلمي عشان لو حد طلب منك اي حاجه تعرفي ايه تعمليها. نقول بسم الله كده ونسمي كده، نقول بسم الله. الخطوة التانية اعمل فيها ايه؟ هغسلها بقى على الحوض. دلوقتي هي خلاص بعد ما جربتها بالسكينة، بصي ابدأ اشطفها كده، اغسلها كويس. ما تعتمديش على غسيل الجزار بس، لازم برضو انت تغسلها كويس عشان لو فيها اي حاجة تطلع منها. هغسلها وارجع لك. دلوقتي هي بعد ما غسلتها بصي بالملح كده، واقوم رش عليها الملح، والدقيق يبقى ملح ودقيق معايا. على فكره الملح والدقيق دي بصي افركيها كده بقى بالملح والدقيق، الملح والدقيق دي يعني مش عايزه اقول لك يعني بتشيل، بصي مش هتخلي فيها ريحه زفاره دي اولا، تاني حاجه هتلاقي الكوارع بتاعتك بقت زي القشطه نظيفه. عشان ناكل حاجه نظيفه في البيت يبقى نعمل الحاجه بتاعتنا بطريقه حلوه وجميله ان شاء الله تعجبكم باذن الله. كده انا دعكتها بالملح والدقيق، هشطفها وارجع لكم. دلوقتي هي الكوارع بعد ما شطفتها من الملح والدقيق، دلوقتي بقى في ميه بتغلي على النار، لازم اكون الميه بتغلي كده، وهسقط فيها الكوارع. قول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وحطيت الكوارع 5 دقايق بالظبط وهاجي عشان نغير الميه بتاعتها ونحط الحاجات اللي عليها. ودلوقتي اهي بصي بعد 5 دقايق من حطيتها على النار، بصي شايفه الزفاره بتاعتها، انا دلوقتي هغير الميه دي هطلعها واغير الميه وهاجي ارجعها معاكم في ميه جديده. ودلوقتي اهو بصي انا دلوقتي اديتها غلوه على النار، وبصي شايفه شكلها كده، وهغيرت الميه ومعايا هنا بقى اللي هحطهم في الشوربه الجديده ان شاء الله. هحط البصله واحط الطماطم واحط الفلفلين، وايه في التوابل بقى معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه سكر صغيره، وورق لوري، وخمس فصوص من الحبهان. والحبهان بصي بايدك كده وافتحيه، بصي بيتفتح بكل سهوله كده علشان الفايده بتاعته والريحه بتاعته تنزل في الشوربه معاكي. الخمس فصوص كده نفتحهم كده اهو، ويلا بينا بقى على الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم، ومعايا الميه بتغلي اهي جديده. اول حاجه هنزل بيها الكوارع، بسم الله، ونصلي على الرسول كده صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، سمع على حاجتك كده عشان تطلع حلو ان شاء الله. بص الميه الجديده، واحط بقى البصل والطماطم وقرن الفلفل، ده بيديها ريحه حلوه قوي مع الشوربه والحبهان، كله برده هينزل في الشوربه كده. اديها تقليبه واسيبها بقى على النار، اسيبها على النار اكني بسلق لحمه بالظبط. وبعد ما تستوي هنيجي نكمل مع بعض ونشوف الدمعه بتاعتها بقى، ونشوف الطاجن بتاعها وتحط في الفرن ازاي. بعد ما تستوي هنكمل بقيه الخطوات مع بعض. ودلوقتي هي الكوارع اهي استوت، بصي تعرفيها ازاي استوت؟ لما تلاقي العظمه زي كده فصلت عن اللحم بتاعها، بصي بالطريقه دي، بصي وهتلاقيها طريه خالص معاكي كده زي الملبن كده، هي استوت معايا. دلوقتي بقى هنعمل بقى، تعالوا نعمل الصلصه اللي هنحطها على الطاجن. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه بتاعت الطاجن بتاع الكوارع. اعملها ازاي؟ معايا طاسه على النار، احط فيها شويه زيت مش كتير لان الكوارع بتبقى دسمه اصلا، يعني ما تكتريش الزيت قوي عشان خاطر الكوارع اصلا بتبقى دسمه. معايا كده قولي معلقتين زيت كده،
وعندي كده فصين توم. اول ما تبدأ تلون معايا ننزل عليها معلقة الخل. وخلي بالك كنت بتعملي التومة اوعى تسمر منك او تغمقي قوي علشان ما تمرلكيش الاكلة كلها، هتلاقي الاكلة كلها بقت مرة ومش حلوة. خلي بالك بالذات من التومة، يعني انت ما تحطيش التومة وتروحي سايبة النار وماشية، لا اوقفي على التومة علشان هي بتخضع، يعني تلاقيها في لحظة كده احمرت بسرعة، مش زي البصلة ممكن تعالجيها، لا التومة ملهاش علاج، التومة لو اتحرقت منك ارميها واعملي واحدة غيرها. بصي قربت تخش على التنين معايا اهي، معلقة واحدة بس. حط لها معلقة سكر. معلقة السكر يا جماعة طبعا متفقين اللي هي أساسية، بتحلي القوطة قوي وبتخلي الحموضة بتاعت القوطة مفيش، ان شاء الله تيجي تاكلي الاكل ما تلاقيش في حموضة القوطة. وتاني حاجة بتشيل زعقان القوطة. هسيبها بقى لما تتسبك وارجع لكم بقى نحطها مع الطاجن في مع الكوارع في الفرن ان شاء الله. دلوقتي هي القوطة اتسبكت معانا، هنحوجها بقى، نحط لها التحويجات بتاعتي. هنحط شوية ملح، اظبط الملح بتاعك، شوية فلفل اسود، شوية بهارات اللي هي بهارات اللحمة، وديها تقليبة. دلوقتي بقى في حاجة لازم نعملها، هناخد كبشة شوربة من تحت الكوارع، كبشة شوربة اهي، هاخد كبشة شوربة بتاعت الكوارع واحطها على ايه، على الدمعة كده عشان يخلي طعم الطاجن حلو. واديها تقليبة. يلا بينا بقى عشان نحطها في الطاجن مع الكوارع اهي. دلوقتي يا بصي الكوارع بتاعت استوت اهي كلها، مفيش بس انا بصي انا في ناس بتحبها تحطها مخلية من غير العظم، انا عندي هنا بيحبوها بالعظم بتاعها فانا هحطها، مفيش الا واحده بس اللي خليتها اللي هي دي من غير عظم خالص عشان كانت طويله قوي فمش هينفع تخش في التوابل، فدي بس اللي انا خليتها، لكن الباقي كله بالعظم بتاعه عشان عندي هنا بيحبوه بالعظم. وده حاجه ترجع لك، حابه تحطي بالعظم حطي، حابه ان هي يبقى مخليه دي حاجه براحتك وترجع لك. يلا بقى دلوقتي كده انا هحطها في الطاجن كده، بسم الله على وشها كده. انت بقى حابه تزودي القوطه حابه تقللي، بس انا كده مستكفيه بيها حلوه قوي، مش هكتر تاني قوطه كده، هي كده حلو. يلا بينا نحطها في الفرن مع بعض. ودلوقتي عقبال الطاجن ما يطلع من الفرن هنعمل طشه الشوربه اللي احنا هنعمل بها الطاجن. دلوقتي معايا كده معلقه سمنه على النار، واحط معاها معلقه ثوم واحده. هي اللي هنخش بيها الشوربه بتاعت الكوارع عشان تبقى الشوربه بتاعتنا طعمها حلو ومميزه، بس اوعي خلي بالك من التومه ما تغمقش منك عشان ما تديكيش مراره في الشوربه، خلي اللون الذهب اللي احنا متعودين عليه معانا كده. خلاص اهي احمرت معايا اهي بقى اللون الذهبي، انزل عليها معلقه خل واحده، بصي معلقه خل كده معايا الشوربة اهي بعد ما صفيتها من البصل والحاجات بتاعتها وبقت شوربة صافية كده، هنزل عليها بمعلقة التومة كده، هنزل عليها بالطشة. كده الطشة بتاعتك في منتهى الجمال، ان شاء الله تعجبهم بإذن الله. حط معاها الليمون للي حابب،
كده يبقى معايا الطشه بتاعت الشوربه بتاعت شوربه الكوارع وكده طشيناها بيها. وبص بقت بالشكل ده، وادي الطاجن طلع من الفرن، وادي الطاجن اهو طلع من الفرن برضو. ويبقى كده ما عملنا الحمد لله النهارده الطاجن الكوارع وعملنا الشوربه. ودي كانت الفيديو بتاعنا النهارده، واذا عجبك بقى الفيديو ادوسلنا لايك واشترك في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.